على طريقة البيان رقم واحد التي يعرفها سوريو الستينيات جيدا. أعلن النظام في سوريا عن بدء حظر تجول جزئي في المناطق الواقعة تحت سيطرته من السادسة مساء حتى السادسة صباحا كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا الذي طالما أعلنت سلطات النظام أنه غير موجود في سوريا. وكالة سانا الرسمية التابعة للنظام نشرت خبراً عن بدء تطبيق حظر التجول اعتباراً من صباح يوم الأربعاء أي اليوم حتى إشعار آخر وإغلاق كل الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين بحسب ما جاء في هذا الخبر. كنا أيضا قد أعلنا قبل قليل وفي فقرتنا الأولى عن هذا الخبر. ستقوم داخلية النظام بالإشراف الفعال على تطبيق حظر التجول كما جاء في سانا. طبعا في خبر لاحق أشارت فيه إلى أنه سيتم منح الأذون لبعض الجهات التي يتطلب عملها التنقل ضمن الحظر. الإعلان عن الحظر أو حظر التجول رغم الادعاء مرارا بأنه لا كورونا في سوريا أثار الكثير من الاستياء والغضب لدى القاطنين في مناطق سيطرة النظام، خاصة أن دولا عدة مجاورة لسوريا سبق وأن أعلنت عن عشرات الإصابات فيها ولم تفرض حظر التجول بعد. الكثير من التعليقات جاءت على خبر فرض الحظر، خاصة أن الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام هو بالأصل مأساوي. خلونا نشوف بعض التعليقات. حمزة عم بيقول فكرنا قرروا يعطوا راتب شهري على دفتر العائلة للمشحرين. أيضا نشوف تعليق آخر لا علي عم بيقول حتى التزم ببيتي يجب أنه تأمنوا لي كل احتياجاتي الأساسية ومن بعدها أتخذ الإجراء المناسب في حال عدم التزام. يعني أنتم بتتخذوا قصده الإجراء المناسب في حال عدم التزامي. أيضا نشوف تعليق آخر عبير عم بتقول أخي المواطن والعجقة عفرن الخبز والعجقة والدور المؤسسات مشان الرز والسكر فوقها أخي المواطن كيف بده يكون عنا وعي إنه اللي عم يحط هالقرارات مو وعيان عشي تاني بنوب أخي المواطن. ما بعرف إذا في بعد تعليق آخر لمحمد عم بيقول إلا كان أمنوا الخبز والضروريات اللازمة ولا تنسوا ما تقطعوا الكهرباء وخاصة المساء مشان يلزم المواطن يلتزم قصده المواطن ويحبس حاله. فعلا الوضع الاقتصادي اليوم اللي عم بعيشه السوري لا يسمح أبدا لوجود شيء آخر أو عبء آخر يتحمله. الفنان طارق مرعشلي الذي يعيش في دمشق سجل مقطع فيديو ونشره على صفحته الشخصية عبر فيه عن واقعية الطلب من المواطنين الجلوس في المنزل وسط هذا الأوضاع أو هذه الأوضاع المعيشية السيئة. خلونا نشوفه سوا. كثير الناس بتطلع تحكي تقول إنه خليكم بالبيت خليكم بالبيت. يا جماعة إحنا ما بنشبه حدا أبدا. شعبنا ما بيشبه أي شعوب تاني أبدا. نحن المواطن عندنا كتير كتير معتر وكتير فقير. يعني الموظف اللي راتبه 40,000 أو العسكري اللي راتبه كمان 40,000 أو 50,000 واللي مستأجر سيارة تاكسي بيشتغل عليها هو بعد الدوام لأنه أجار بيته 100,000. طب هذا شو بده يعمل؟ كيف بده يعيش؟ أنا مع إنه يقعدوا بالبيت بس كمان يكون في كتير شغلات صح بالبيت اللي بده يقعدوا فيه. يعني لهلأ في عنا مناطق كتير من ال 24 ساعة بتقطع الكهرباء 20 ساعة عندهم، طب هدول شلون بدهم يقعدوا بالبيت؟ طيب لهلا على البطاقة الذكية بيطلع له كيلو رز أو كيلو رز أو 3 كيلو رز وعنده عيلة 20 بني آدم، طب هذا شلون بده يقعد بالبيت؟ طيب لا عنده مازوت، لا عنده بنزين، لا عنده كهرباء، لا عنده أكل. نيجي بدنا نحكي على موضوع التجار ونسبهم مثل كل عادي الكل اللي عم يسبون هلا على السوشيال ميديا. من يوم يومنا هيك بالحرب العالم تهجرت من بيوتها وانضربت بيوتها وما عاد لهم مكان يقعدوا فيه. غليت البيوت اجاراتها الطاق 10، يعني اللي كنت تاخذه 10,000 صار حقه اجاره 100,000 وهذا من يوم يومنا هيك. البيضه اللي كنا ناخذها بليرتين صار حقها 100 ليره من يوم يومنا هيك. شو الجديد؟ ليش عم نسبهم؟ نفسهم قبل ما يكون في هذا الوباء المنتشر، قبل ما يكون وقت عملوا حمله الدولة على المحلات اللي بالبزورية وكذا ولتجارنا طلعوا هن نفسهم اللي عم يغشونا بكل المواد ونفسهم هن التجار نفسهم اللي بتشوفوهم بالجوامع. طب هذا حكي شو؟ ليش بدنا نسبهم؟ نحن مجتمعنا هيك.
يعني حظر التجول في الحالات الطبيعية ووجود الرفاهيات هو أمر متعب على العائلات بشكل عام، فما بالكم بعدم وجود كهرباء، بعدم وجود أدنى مقومات الحياة مثل ما ذكرنا، حتى الخبز والمي والكهرباء يلي هي أساسيات اليوم شبه معدومة عند كثير من العائلات. وشفنا قبل فترة أو حتى قبل دقائق بفقرتنا السابقة أنه تركيا وكثير من الدول عم تحاول تساعد الناس بعدم قطع الكهرباء، عدم قطع المياه وتوفير بعض الحاجيات الأساسية، فما بالكم إذا بدنا نقارن الوضع بسوريا مع باقي الدول. إلى موضوعنا الآخر أو بذات السياق، خلينا نقول النظام يستمر بحملات ما يسميها التعقيم في مختلف الأماكن في سوريا، وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطريقة التعقيم المتبعة، وغالبا ما كانت برش المبيدات الحشرية في الشوارع والأماكن العامة. لكن مؤخرا تداولت صفحات الفيسبوك هذه الصور، وهي صورة لضريح حافظ الأسد في القرداحة بعد حملة تعقيم صارت بهي المنطقة، ولاحقا تم تداول مجموعة من الصور بشكل لافت وتظهر فيها حملات التعقيم. شملت حتى صور بشار الأسد نفسه، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. التعليقات كانت بالمئات على هذه الصور، دعونا نرصد بعضها. مها عم تقول انه ليش عم بيعقموا صور، بيعرفوا فيروس؟ شوف ايضا تعليق اخر. علي عم بيقول العمل لو تكون صورة رئيس كوريا غير يعلقهم مكانها. يمكن كتير في تشبيه يعني بليغ بين كوريا وسوريا اليوم.